السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور مصطفى طه، حابب النهاردة أشارككم بموضوع مهم جدا في عيادتنا وحياتنا العملية، موضوع الأوكلوجن. بنشوف حالات كتير جدا كومبوزيت اتعمل أوفرلاي، ودايما نقول الكومبوزيت ده يا ترى هيعيش ولا لأ، الكومبوزيت ده الحالة دي أكيد البروجنوز بتاعها سيء، الحالة دي هتقع. بنشوف حالات اندو وعندنا خلاف، هل حاله الاندو دي يتعمل وراها كومبوزيت وكافي ولا لا. بنشوف حالات بشكل عام في حياتنا اليوميه، الكراونز اند بريدج، امبلانت، بيريو، مشاكل بنقابلها ومنبقاش عارفين ايه اصل المشكله وجاي منين. فالاوكلوجن داخل في حياتنا بشكل يومي، حياتنا العمليه. طيب، فاحنا جايين النهارده نشارك ونشوف ازاي نقدر نظبط الاوكلوجن بالنسبه لشغلنا اليومي في طب الاسنان. طيب، ندخل في الموضوع على طول ونبتدي نتكلم تحديدا بالنسبه للبوستيريور تيس في هذا الفيديو. جات لك كيس زي ما انت شايف كده، كيرس كلاس 2، حاجه يوميه بنقابلها في عيادتنا. فبتبدا تتعامل ازاي؟ انا مش هخش اتكلم دلوقتي عن شغل الريستوراتيف من ناحيه الدايجنوزيس، الايزوليشن، الكافيتي ديزاين، البوندنج، الكومست ابلكيشن، الماتريكس، مش هتكلم خالص، ده مش موضوع النهارده. لكن هقول لك ان في الاغلب ان احنا بنخش بنتعامل كالاتي. بنبدا بكافيتي بسيطه الايزوليشن، نكمل الكافيتي بتاعتنا، الماتريكس سيستم بتاعنا، الكومبوزيت بيلد اب، خلصنا، بنينا، عملنا اناتومي، خلصنا. ودلوقتي بنبدا نظبط الاوكلوجن. غالبا ده اللي بيحصل مع معظمنا، او ده اللي احنا اتربينا عليه. والمفاجآت بتكون كالاتي: بنخلص، بنبتدي نجيب الارتكليتنج بيبر، بنخلي البيشنت لو سمحت عض، بيبتدي البيشنت يقعد، بنبتدي نشوف علامات كتير جدا موجوده قصادنا، بيني وبينكم بنبقى مش عارفين نسيب ايه ونشيل ايه، نشيل الايس بوت ولا نشيل الحاجات اللي معلمه غامقه جامد، ولا نشيل مين على مين، بتبقى الدنيا ملخبطه شويه. وما بيني وبينكم كلمه في سركم كده، بنبقى في الاخر برضو شلنا واحنا مش مطمنين يا ترى شلنا كويس ولا لا. وبيكون الانديكيتور بتاعنا مين؟ البيشنت. يعني دايما بنشيله وبنسال البيشنت، ها ايه الاخبار، في حاجه عاليه؟ فيبتدي البيشنت بقى زي ما انتم عارفين: يا دكتور مش عارف في حاجه عاليه ولا لا، طب ممكن امضمض؟ طيب لا لا يا دكتور، تسلم ايدك. ونقوم، وبعد ما نقوم وخلصنا، دكتور لسه حاسس ان في حاجه عاليه. وتبتدي رحله من الصراع وانت مش عارف انت بتشيل ايه وبتروح فين، وفي الاخر نفسنا نوصل لطريقة نكون متمكنين منها ومتأكدين إن إحنا شلنا الحاجة الصح وعندنا إنديكيتور تانية غير البيشنت ذات نفسه. طيب، البداية لازم أبتدي أعرف أقول طب وإيه يعني؟ ما إحنا ياما اشتغلنا قبل كده، إيه مشكلة الهاي سبوت؟ يعني حتى لو في هاي سبوت شوية، أدام هو قادر يقفل بقه وخلاص تمام، الدنيا عدت، ما هتعدي، إيه المشكلة؟ تعالى كده نبتدي نتكلم ونشوف إيه هي الأدفيرس إفكت أوف هاي سبوت. أول حاجة كلامك ممكن اقول لك يكون صح فعلا، انت ممكن تكون لو سبت حاجات بسيطه ممكن فعلا الفسيولوجيك ليميت يقدر يعديها وما يحصلش اي مشكله، ده حقيقي. بس في الغالب في اكتر من سيناريو تاني ممكن يحصل، تيجي نشوف مع بعض. اولا ممكن يجي لك البيشنت المره الجايه بالريستوريشن مكسوره، وساعتها هنا انت اول اتهامات بتروح لمين؟ الكومبوزيت ضعيف. قبل ما نبتدي نتكلم عن كومبوزيت، ومش موضوعي ان انا اتكلم عن الكومبوزيت هنا اكتر ما انا هتكلم عن الاوكلوجن، هل يا ترى انا كنت مظبط الاوكلوجن صح لاعلى درجه من درجات الاكيرسي ولا لا؟ طيب، ممكن الريستوريشن ما تتكسرش، ويا سلام لو بنتكلم في بورسلين، ويحصل بدايه حاجه اسمها تروماتيك اوكلوجن، يعني التوس اللي انت اشتغلت فيها دي وقع عليها فورسز اكتر من الطبيعي. فاول مشكله ممكن تحصل للبيشنت ان هو ممكن يقول لك يا دكتور انا مش عارف اكل براحتي، مش عارف مالي،
فتبتدي انت تحط تاني الارتكيوليتنج بيبر بتاعتك وتبتدي تقول للبيشنت عض، فتبتدي تلاقي نفسك برضو علامات مش عارف تشيل مين مع مين، وتبتدي تلاقي الضروس اللي وراها او السنان اللي قدامها معلمه، فتقول ما انت كده قافل، او تروح للاذر سايد وتبتدي تختبره فتلاقيه معلم، فتقول ما انت كده كويس، فتبتدي تقول للبيشنت لا هتتعود عليه. وفي الحقيقه البيشنت بيكون عنده حق، وهنعرف ازاي. مشكله تانية لو البيشنت فضل سايب نفسه وخد منك الاستشاره ان هو لا هيتعود عليها، فيبتدي بعد فتره يبتدي يحس ابيكال بيريدونتايتس وتعب جامد جدا تحت الضرس ده، ما يقدرش يلمسه، حتى لو جه لمسه بلسانه يحس بوجع شديد، ويبقى مش فاهم فين المشكله. والكارثه الكبرى لو جالك وابتديت تتعامل معاه ان ده ايه؟ اندو، وتبتدي تخش اندو وتبتدي تقول ان دي حاجه قلبت اندو، اكيد الكومبوزيت ده قلب اندو، انت مش واخد بالك ان المشكله جايه منين؟ من الاوكلوجن. طيب سنسيتيفيتي، ما هو انت ابيكال بريدنتايتس مش دي تروما، ميكانيكال تروما هتاثر عليك في ايه؟ ممكن يحصل نوع من انواع السنسيتيفيتي للسنه بتاعتك. طيب هل تتخيل ان لما بيحصل هاي سبوت من ضمن السيناريوهات اللي ممكن تبتدي ان يبتدي يحصل بروكزيزم للبيشنت ده، تبتدي انت بدات له حاجه هي ما كانتش عنده؟ وعشان تبقى عارف لمعلوماتك ايه كمان اللي ممكن يبدا ده للبيشنت غير الاستريس وغير بعض الادويه، لا كمان مثلا لو حد لسه مركب اورثو جديد، لو حد لسه عامل تركيبات جديده، كل ده لو الاوكلوجن مش متظبط صح بيبتدي سبحان الله ديفنس ميكانيزم يبتدي يحاول ان هو ايه يبدا نوع من انواع البروكزيزم. ف تخيل انت الهاي سبوت ممكن تبتدي لك ايه؟ طيب والموبيليتي يعني هتقول لا؟ وممكن مع الوقت السن دي عشان تاخد فرص اكتر من اللازم يحصل فيها ايه؟ موبيليتي. ومن هنا طبعا دكاتره البريو يبتدوا ان هم يركزوا قوي ويشوفوا الموضوع ده، ان ممكن تكون عامل عمليه مثلا او حاجه شغل بريو كويس وعندك تروماتيك اوكلوجن في المنطقه دي، وانت العمليه بتاعتك هتفشل والشغل بتاعك هيفشل، وانت ممكن تشك في نفسك رغم ان المشكله كانت مشكله ايه؟ اوكلوجن. طيب ماسل ديس اوردر ممكن تبتدي، ممكن يبتدي البيشنت لو فضل يتعايش مع التركيبات اللي عملتها غلط او الحشوات الغلط ممكن مع الوقت يبتدي يحصل له مشاكل في الماسلز. سبازم، التي ام دي، تي ام دي مش مقصود بيها تمبرومانديبولار ديس فانكشن او ديس اوردر. نبتدي بقى هنا في المشاكل اللي ممكن تحصل، ودي غالبا هتحصل مع التركيبات الاكتر من يونت، زي يبتدي ممكن يحصل صداع، ممكن يبتدي يحصل صداع وجع في الاذن، ممكن يحصل نوع من انواع السنسيتيفيتي للنويز، مش قادر تحس باي صوت مزعج مش قادر تستحمله، سنسيتيفيتي لللايت، هايبر سنسيتيفيتي لللايت، مشاكل في النيك والشولدر. طبعا في حد ممكن يتخيل الكلام ده كلام يعني خيال علمي، لكن الكلام ده كله مثبت وممكن اشارككم بمصادر لحاجات زي كده. فشفت ان ازاي هاي سبوت ممكن تسلك اكتر من اتجاه، وفي اتجاهات اكيد اكتر من كده انا اجهلها. الكلام ده ممكن الواحد لو كان بيقراه او بيسمعه كان يتخيل انه ده لا ده كلام كتب، ده مش كلام واقعي، لكن على ارض الواقع الكلام ده كله بيحصل، وكل ما الحاله بتزداد معاك وبتكبر كل ما المشاكل دي ممكن تحصل اكتر. ومن هنا احب اوصل رساله بالذات في الحالات الكبيره، في ناس بتحب تتعامل مع الحالات الكبيره وترفع بايت وتبتدي تقول انا عايز ارفع بايت وارفعها ازاي واعمل ايه، الموضوع مش بالسهوله دي. وانا مش بصعب الموضوع لكن مازال محتاج علم ونوليدج عشان في الاخر ما تسببش البيشنت ده، انت رجعت له اسنانه بس سببت ليه بعد كده في مشاكل بتعيقه مفيش دكتور هيعرف يشخصها، لانه لما يروح عنده بعد كده مشاكل في رقبته ولا مشاكل صداع مستمر، مشاكل في ودانه، كل الدكاتره هتحتار ومش هتعرف تشخصها الا لما ترجع لك انت تاني. فحاول قدر ما استطعت تكتسب اكبر قدر من النوليدج عشان تعرف تتعامل مع الحالات دي. ورسالة من أخ، عشان تبتدي تتعامل مع الحالات دي لازم تبدأ من الحالات البسيطة، لو تمكنت باحترافية مع الحالات البسيطة هتقدر إن شاء الله في يوم من الأيام تقدر تشتغل مع الحالات الكبيرة بمنتهى الاحترافية. طيب نبدأ منين؟ البداية بتكون من هنا. فاكرين الحالة لما قلت لكم ابتدينا نشتغل وخلصنا وبنينا الكومبوزيت وفي الآخر ابتدينا نجيب الارتكيوليتنج بيبر ونشوف هنشيل من مين ونطلع من مين؟ لا، البداية مش من هنا. ونبتدي من أول هنا نركز قوي، لأن أنا هحاول أشارككم بمعلومات وبروتوكول أنت تقدر تمشي عليه. طيب البداية بتكون، وناخد مثال إن إحنا هنشتغل على البريمولر ده،
أول حاجة ببدأ بيها ممكن تكون دي جديدة بالنسبة لناس كتير، حاجة اسمها تشيم ستوك. تشيم ستوك يعني إيه تشيم ستوك؟ في ناس شافتها قبل كده وفي ناس أول مرة تشوفها، فركز معايا فيها. التشيم ستوك هتلاقيها عبارة عن حاجة زي فويل رفيع جدا، السيكنس بتاعها بيوصل لدرجة 8 مايكرون أو 12 مايكرون، يعني حاجة بسيطة لا تذكر. طيب هو إحنا وإحنا بناكل بشكل عام، وإحنا بنعض وبناكل، بنلمس سناننا فرنج قد ايه؟ طول ما انا مش بتكلم ان انا عامل ماكسيم انتركسبيشن، انا بتكلم ان انا وانا باكل بلمس اسناني بس بلمس خفيف. الرينج بتاع التلميذ ده تقريبا بيكون في حدود 20 مايكرون. فالرقم ده افتكره كويس، ال 20 مايكرون هو اللي من خلاله لو الهاي سبوت بتاعتك اقل من 20 مايكرون تعدي جدا ومفيش اي مشكله تحصل. لو الهاي سبوت بتاعتك 20 مايكرون فيما فوق يبتدي يحصل ايه؟ يبتدي يحصل هنا المشاكل وممكن السيناريوهات الكتير اللي انا قلت لك عليها قبل كده. فخلينا نشوف احنا بنظبط على الدرجه العاليه من الاكيوريسي دي ولا لا. طيب ارجع تاني للبروتوكول بتاعي، اول حاجه ابدا بيها يكون جاهز معايا، واكتب كده بقى ورقه وقلم بالحاجات اللي لازم اشتريها بعد الفيديو ده. اول حاجه تشيم ستوك، وبعد كده ممكن في الكومنتس نشارك معاكم الحاجات دي ممكن تتباع فين وتقدر تجيبها منين. طيب التشيم ستوك هجيب حته منها وهبتدي هاجي عند المولر ده واحطها واقول للبيشنت عض في الماكسيمم انتركسبيشن. طيب لما اكون ماكسيمم انتركسبيشن المسافه هنا هتبقى قد ايه؟ تبقى زيرو. لما اكون ماكسيمم انتركسبيشن واقول للبيشنت عض جامد هتبقى زيرو، تمام؟ طيب فمتوقع ايه لما اجي اشد التشيم ستوك؟ التشيم ستوك هتطلع؟ لا. فالمفروض اعمل كده على ضرس ورا اللي انا هشتغل فيه وضرس قدامه او سنه تانية قدام. فهاجي اعمل كده على البريمولر ده مثلا، على المولر ده سوري، وهبتدي اقول للبيشنت عض وابتدي اسحب التشيم ستوك. في الاغلب التشيم ستوك مش هتتسحب، فبالتالي اقدر اخد المولر ده ايه؟ اول ريفرنس ليا. تاني حاجه هروح على حاجه قدامه، فاروح على السنه اللي قدامه وليكن هنا ده الكناين، وابتدي احط التشيم ستوك واقول للبيشنت عض. وعندي في الحاله دي برضو ما ايه؟ ما تسحبش. يبقى كده اقدر اخد ايه؟ تو ريفرنس، واحد قبل الريستوريشن واحد بعد الريستوريشن. طيب افرض جيت على الكناين لقيته بيتسحب، يبقى ده ينفع اخده ريفرنس؟ ما ينفعش اخده ريفرنس، فتروح لمين؟ للاذر سايد، تمام؟ طيب في حد مره سالني سؤال قال لي طب افرض ولا المولرز خدت ريفرنس بيه ولا الكناين، طب روح لل7 ولا ال7 ولا واحد بتاخد ريفرنس، يبقى هنا دخلنا في حته تانية خالص ونبتدي نتكلم في ان مفيش اي اوكلوجن عنده، فده واحد بنرفع له بايت ونخش في مشاكل تانية على جنب. فالطبيعي جدا لازم هيكون في حاجه عامله ماكسيمم انتركسبيشن. اوكي؟ طيب خليني برضو عشان ااكد ان المعلومه دي وصلت لكم، لان دي من اهم الحاجات اللي هتغير حياتك، نبتدي نشوف فيديو صغير خالص في الموضوع ده. ادي التشيم ستوك بالمنظر ده، ويفضل يكون بنيدل هولدر ماسكها. افترض ان انا هشتغل على ال 6 ده، فباخد ريفرنس قدامه وريفرنس وراه. شايفين؟ انا قلت البيشنت عض بحاول اسحبها ما بتتسحبش. طب نجرب ورا كده ونقول له عض ونحاول نسحب. طيب خدوا بالكم ده عنده اوبن بايت، يعني لو جيت جربت التجربه دي قدام شويه هلاقيها بتتسحب، فما ينفعش اخد ريفرنس من ايه؟ من قدام. ممتاز جدا. يبقى دي كانت اول ايه؟ اول نقطه. تعال نخش لتاني نقطه، وبفكركم ان الكلام ده كله من قبل ما ابدا شغل، من قبل ما ابدا والمس الكونترا بتاعتي. طيب انا هشارككم هنا بروتوكول اللي انا شغال بيه، وفي الاخر ممكن نتكلم نقول لو انا ما عنديش الحاجات دي توفرت ممكن اعمل ايه مكانها، لكن التشيم ستوك لا غنى عنه. طيب في البروتوكول بتاعي هنا هحتاج منك يكون معاك نوعين من الارتكليتنج بيبر، ويمكن الشكل ده يكون جديد على ناس ومعتاد لناس. نوع موجود في السوق مهم جدا ومحترم جدا اسمه باوتش، وهتكلم معاك واشارككم ليه النوع ده مهم ومحترم جدا. اولا في البروتوكول بتاعي عشان تكتب برضو انا عايز منك ارتكليتنج بيبر باوتش 200 مايكرون، وانا عارف ان ده رقم كبير وهقول لك ليه، وعايز منك ارتي فول برضو من شركه باوتش، ده ارتكليتنج بيبر
لا مش بيبر سوري، ارتي فول ده بيبقى زي تشيم ستوك عليها طلاء وليس بيبرز، بيكون سيكنس 8 مايكرون او 12 مايكرون. انا عايز منك 12 مايكرون، تمام؟ يبقى انا كده ايه ارتكليتنج بيبر 200 مايكرون، وارتي فول اللي هي تشيم ستوك بيكون بليتد 12 مايكرون. حلو. طيب ايه النوع الجديد ده وايه اللي يميزه على الانواع القديمه بتاعتنا اللي احنا معتادين عليها؟ وانت بتشتغل بذمتك وانت شغال، مش انت كنت بتحس ان احيانا ان الارتكليتنج بيبر بتاعتك ما بتعلمش؟ هي مش بتعلم ليه؟ تلاقي الارتكليتنج بيبر اتمسحت بسرعه جدا، ده انا ما لحقتش لما جيت بس مجرد اشتغل لقيتها اتمسحت وطارت. الارتكليتنج بيبر انت بتشتغل بيها السيكنس بتاعها كبير، هل اشتغلت مره بارتكليتنج بيبر تكون السيكنس بتاعها 12 مايكرون؟ اكيد الرقم ده جديد عليك، صح؟ اولا المميزات الاساسيه بالنسبه لارتكليتنج بيبر باوتش، الارتكليتنج بيبر دي بالذات ال 200 مايكرون معالجه بحيث ان هو يكون فيها حاجه اسمها ترانسكيوليز بوند. ترانسكيوليز بوند في الارتكليتنج بيبر ايه فكرته؟ فكرته ان الكربون اللي هيطلع ويعلم في السنه محاط بطبقه من البوند عشان يلزق في السنه مؤقتا، تمام؟ وده اللي مش موجود في الارتيفول. يعني لو في ناس حتى استخدمت حاجه زي كده قبل كده وجابت الارتيفول وحاولت تشتغل بيها تلاقيه مش بيعلم حلو، وتقول ماله ما بيعلمش ليه؟ لان التركاية هنا، التركاية انك يفضل تستخدم الاول الباوتش عشان يطلع لك الارتكليتنج بيبر ويطلع لك البوند، وبالتالي لما تيجي تشتغل بعد كده بالارتيفول هيقدر ان هو ايه يعلم اكتر. وصلت؟ تمام جدا. طيب تعالى نبدا ونراجع نروح للبروتوكول بتاعنا. طيب هنعمل بيهم ايه دول؟ اول حاجه عايزها منك او تاني حاجه بعد ما قلنا التشيم ستوك، عايزك تجيب الارتكليتنج بيبر اللي هي بلون ازرق 200 مايكرون، وتبتدي تقول للبيشنت تقول تاب 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 تاب. وش معنى تاب تاب تاب؟ عشان تجبره ان هو يروح ايه؟ يروح دايركت في السنتريك اوكلوجن. وتبتدي تشوف العلامات هتظهر لك فين. وفي الاغلب العلامات دي هتظهر لك عند مين؟ عند الفانكشنال كاسبس، صحيح؟ لكن مش شرط. ما تحاولش دايما تخش للحاله بحاجه انت حافظها، لانك دخلت حافظ هتلاقي كيسز بتختلف عن التانيه. ليه مش شرط؟ لان يعني ممكن يكون واحد عنده اوكلوجن مش متظبط اصلا، هو عنده النون فانكشنال كاسب هي اللي ايه؟ هي اللي لامسه. فانا بشوف كل كيس مختلفه عن الكيس اللي قبلها واللي بعدها. متفقين؟ حلو جدا. يبقى انا ببتدي احط الارتكليتنج بيبر بتاعتي وابتدي اقول له عد لو سمحت تاب 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 عشان يشوف يبتدي هيعلم لي فين بالظبط. حلو جدا. بعد كده بجيب ارتكليتنج بيبر بلون مختلف، وهنا في البروتوكول بتاعي اهو بقى الارتيفول لونه احمر، عشان كده بقول لك لازم تجيب لونين مختلفين. الارتيفول هتلاقي منه ازرق برضو، لا فخليك يعني اعكس الالوان. وهنا ابتدي اقول له اعمل ايه؟ اكسنتريك، يعني ابتدي يحرك ايه؟ فكه يمين وشمال. طيب في بيشنت هتلاقيهم مش عارفين يظبطوا الموضوع ده، طيب في الحاله دي اتصرف ازاي؟ ممكن تبتدي بقى تلعب معاه لعبه كده تقول له حاول كانك بتاكل حته لحمه، اعتبر ان دي حته لحمه، كل اكتر شجعه واعمل له موتيفيشن عشان يحاول يحرك فكه على قد ما يقدر يمين وايه وشمال. طيب متوقع تبتدي تشوف علامات مختلفه فين؟ عند الانجليشن اوف ذا كاسبس، تمام؟ حلو جدا. عملت كده وبعدين خد صوره. لازم كاميرا بروفيشنال؟ لا خالص مش لازم كاميرا بروفيشنال، خد صوره. ودايما اذكرك بحاجه، لو هتصور سواء بكاميرا بروفيشنال او هتصور بموبايل لازم تصور اي حاجه بوستيريور بايه؟ بميرور، ما بتتصورش دايركت، لازم احط ميرور واصور منه. متفقين؟ طيب يبقى انا كده من الـ من الـ من الـ اراجع معاكم انا ايه اللي عملته في البروتوكول. تشيم ستوك خدت ريفرنس قبل وبعد، قبل الدرس اللي اشتغل فيه وراه وقدامه، وخدت ريفرنس تاني من قبل ما ابدا اي شغل بمين؟ بالارتكليتنج بيبر زي ما ذكرت، وصورت. بعد كده ابدا اشتغل بقى شغلي، ابدا اشتغل واعمل الكافيتي بتاعتي واحط الكومبوزيت بتاعي واحاول. وانا بعمل الاناتومي دي تريك سريعه كده في الكومبوزيت، وانت بتعمل اناتومي حاول ما تشتغلش دايما من الاوكلوزال فيو. ما هو ده الاوكلوزال فيو، هو ده اللي احنا شغالين منه، ده المنظر الاساسي. ايوه صح، بس حاول دايما وانت شغال هات ميرور، هات ميرور حطها من قدام وبص فيها عشان تقدر تشوف ايه؟
تقدر تشوف بروكسيمال الكاسبات بتاعتك عليت ولا لا. دي تريكه كده على جنب وانت شغال عشان ما تحاولش الاناتومي بتاعك يبان شكله حلو اوكلوزل، لكن لما تيجي تبص له من جنب تلاقي ايه عادي. ما علينا، بتشتغل وبتعمل الاناتومي بتاعك، وكل ما بتحاول تتبع الاناتومي بتاع السنه كل ما في الاخر الهاي سبوتس هتكون حاجات بسيطه، فدي من التريكات اللي تساعدك برضو. طيب خلصت، اعمل ايه بقى وشلت الرابر دايم وكل حاجه تمام؟ بتبدا كالاتي. اول حاجه بتبدا ترجع لها هي مين؟ تشيم ستوك. نركز مع بعض بقى عشان هي دي الايه الحته المهمه جدا. هجيب التشيم ستوك بتاعتي وهبتدي احطها فين؟ عند الريفرنس اللي كنا واخدينه، زي مثلا كان هنا المولر ده وكان الكناين ده. فابتدي اجي احط التشيم ستوك على المولر ده وابتدي اقول للبيشنت ايه؟ عض. فالبيشنت يعض بنسبة 80 ل 85 ل 90% او بنسبة 100% احيانا، لا التشيم ستوك هتعدي رغم ان انت بعينيك شايف ان ما هو البيشنت قافل وزي الفل اهو، ده انا عامل اناتومي زي الفل. مفيش بني ادم في الدنيا مهما كان الاناتومي بتاعه حلو هتوصل درجة الاكيرسي بتاعته ل 12 مايكرون و 8 مايكرون، مستحيل. طيب فبالتالي في واحد هيظبط اوكلوجن كتير جدا وفي واحد هيظبط خفيف، لكن مفيش حاجة اسمها انا ما ظبطتش اوكلوجن. في حد ممكن بعد ما يخلص الحشوه يقول الله حشوتي جميله جدا، فيسال البيشنت يقول له عض، فالبيشنت يقول له تسلم ايدك يا دكتور انا عضد وحلو جدا. تمام؟ فاوعى تعتمد على ده، لان ده حاجه من الاثنين ما لهمش ثالث في وجهه نظري. يا اما انت اصلا مش عامل اوكلوجن، ده انت كنت مقصر الكومبوزيت بتاعك جامد جدا، ومن هنا تبتدي تحصل مشاكل، مش هيحصل ميكانيكال ووش، فيبتدي البلاك يتجمع هنا اكتر، فهيبتدي هنا يحصل معاك نوع من انواع الكرنت كيرز في المنطقه دي، فما تجيش في الاخر تقول ان حشوه الكومبوزيت وحشه. تمام؟ طيب لا انا واحد انا عايز اعمل اخلي السنه فانكشن، البيشنت مش جاي لي عشان مجرد اقفل له الحشوه، انا عايز اخلي الضرس تاني ارجعه يبقى فانكشن وطبيعي واحافظ عليه ويعيش لاطول فتره. تمام؟ حلو جدا. فمن هنا لو الارتكليتنج بيبر بتاعتك انت حطيتها ومعلمه والبيشنت معلمه بشكل عام على الاسنان وكل حاجه تمام وانت شايف بعينك ان الدنيا حلوه والبيشنت بيقول لك انا كويس، اوعى تصدقه وارجوك، لانك هتمشي والبيشنت هيمشي وهيجي لك بعد كده يتكلم العياده دكتور انا حاسس بحاجه عاليه. ليه؟ لان اثر البنج انت ناسيه، البنج فعلا بيخلي البيشنت ما يقدرش يميز كويس الهاي كونتاكت، وده كلام حقيقي مش كلام، يعني البيشنت دايما يقول لنا دكتور انا مش قادر اميز، هو عنده حق فعلا. فانا مش بسال البيشنت اصلا، وما بتسال مين عشان تطمن الاوكلوجن صح، بسال التشيم ستوك والتشيم ستوك تحديدا قبل الارتكليتنج بيبر. عشان كده هي دي اهم حاجه انت هتجيبها بعد الفيديو ده، ما تقلقش مش حاجه مكلفه. طيب فاول حاجه كده نرجع مع بعض، بجيب التشيم ستوك بحطها عند المولر وابتدي اقول للبيشنت عض. يبقى في الاغلب ايه اللي هيحصل؟ انه حتى لو عيني شايفه انه عاضد، لكن هتلاقي التشيم ستوك بتتسحب، فمن هنا تعرف ان انت عندك ايه هاي سبوت. يبقى انت فهمت ايه الريفرنس بتاعي، ان انا عايز ارجع تاني احط التشيم ستوك في نفس الريفرنس اللي خدته اللي كان هنا المولر 6 والكناين، واقول للبيشنت عض الاقي ايه. عشان في ناس بتستخدم الموضوع غلط، تقوم حاطه التشيم ستوك على الضرس اللي انا اشتغلت فيه، لا طبعا. اوكي؟ ما انا ما خدتوش ريفرنس اصلا من الاساس. تمام جدا. تاني حاجه هبدا بالارتكليتنج بيبر بتاعتي احط نفس اللي انا عملته قبل كده في الاول. هحط ارتكليتنج بيبر بتاعتي مثلا اللون الازرق هنا زي ما انا قلت كان 200 مايكرون، وابتدي ابص على الصوره اللي انا كنت واخدها وابتدي اشوف هل العلامات اللي ظهرت ليا تحديدا عند الريفرنس الكناين والمولرز نفس العلامات اللي ظهرت ليا في الصوره في الريفرنس ولا لا. ده نوع من انواع الجايد ليك برضو يساعدك. تمام؟ لان ما ينفعش خالص انك تكون الكناين كان معلم عندك في الاول وبعد ما جيت تشتغل الكناين ما بقاش يعلم دلوقتي، يبقى اوعى تقول انك ظبطت اوكلوجن، في حاجه غلط. تمام؟ حتى لو البيشنت قال لك انا مرتاح يا دكتور ما تصدقوش. اوكي؟ طيب دلوقتي هاجي بقى لنقطه مهمه جدا. طيب ماشي انا كده عرفت حاجه جميله جدا، الريفرنس بتاعي اللي هيساعدني يقول لي ان انا وصلت، طب برضو اشيل من مين واسيب مين؟ مش ده السؤال؟ طيب تعال نشوف كالاتي. انت لما تيجي تتعلم، ونفترض دلوقتي اولا ما تلخبطش نفسك، يعني لما تيجي تبتدي تتعلم هتعلم بلون واحد الاول، تخلص السنتريك تماما بعد كده تروح لللاترال او الاكسنتريك. اتفقنا؟ فاول حاجه ببدا بيها السنتريك، تحط الارتكليتنج بتاعتك الزرقاء وتبتدي تقول للبيشنت تعض ايه، تاب 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 تاب.
انا هشيل. ليه هتشيل؟ هشيل لان التيم ستوك قالت لي انا لسه ما وصلتش. طيب ابدا اشيل من مين واسيب مين؟ علامات كتير حصلت عندي. شايف الجدول ده اللي على جنب ده؟ عايزك تحطه كده قدام عينيك. اول حاجه عاليه ممكن نقابلها هي الاي سبوت، وراها الهيفي سبوت، بعد كده الميديوم، بعد كده السمادج. تعال نشرح كل واحده من تحت خالص. السمادج دي بتكون ايرور جاي منك انت. يعني ايه؟ يعني في ناس تقوم حاطه الارتكليتنج بيبر وتقول للبيشنت عض، والبيشنت يعض وتقوم هي سحبه الارتكليتنج بيبر. بتسحبها ليه؟ بتسحبها وهو عاضد. يعني البيشنت الارتكليتنج بيبر اتحطت كده، وبعد كده بتقول للبيشنت عض وتسحب الارتكليتنج بيبر وهو عاضد، فبالتالي هتعمل لطخات على حتت مش اوكلوجن اصلا. تمام؟ فخد بالك ما تعملش الحركه دي. اوكي؟ الاوكلوجن الصحيح بيكون الميديوم سبوت، تمام؟ ولا الهيفي ولا الاي سبوت. طب برضه انا هعرفها ازاي؟ ما انا عيني ممكن ما تقدرش تحدد مين هيفي مين كذا. لا ما تقلقش، انا هسهل لك الموضوع قوي دلوقتي. يبقى اول حاجه عينك مش هتعرف تبص وتركز وتطلع الاي سبوت. لا هنعرف نشوفها وكلنا بنشوفها. هنيجي لنقطه عامله جدل كبير وكنت ذكرتها قبل كده. الاي سبوت مين اللي عالي ومين اللي واطي؟ مين اللي لامس ومين اللي مش لامس؟ لانك هتسال ناس كتير جدا ومحترمين جدا وهيبتدي الاجابات تختلف. في حد هيقول لك العالي هي الحته الفاضيه اللي في النص، وناس تانية هتقول لك العكس، لا ده الحته اللي لامسه هي الحته الرنج الزرقاء، لكن اللي في النص ده مش لامس اصلا، ما هو مش معلم. طب في ده صراع وانا خدت وقت طويل لحد ما احاول افهم الصراع ده هو فيه ايه، فابتديت اتوصل لحاجه هشارككم بيها. طيب بالنسبه للبروتوكول بتاعي الاول هنا، بس خد الاول المعلومه دي وهبتدي اديك المعلومه الثانيه بعدين. المعلومه الاول ان الايس بوك دي النقطه العاليه، الحته اللي في النص اللي هي مش معلمه هي اعلى حته. معقول؟ طب ليه ما علمتش؟ فلو انت بتقول ان الحته اللي في النص هي اعلى حته، طب ليه ما علمتش؟ تعال اقول لك. نرجع للميكانيزم بتاع الارتكليتنج بيبر. لما نيجي نحط ارتكليتنج بيبر ونيجي نعض، الميكانيزم بيحصل ازاي؟ قريب قوي، بحاول ابسطها لك زي القلم. عارف لو مسكت قلم وجيت تكتب بيه على ورقه، القلم ده ينفع وانت بتكتب على الورقه تضغط جامد جدا، ولا لازم بيكون في ريليف خفيف وانت بتكتب؟ طبيعي بيكون في ريليف خفيف، صحيح؟ لو حاولت تضغط جامد جدا في اقلام رديئه كمان، ايه اللي هيحصل؟ يا اما الورقه هتتقطع، يا اما الحبر مش هيعرف ينزل، صحيح؟ فانت وانت بتشتغل مش قابلت مره ارتكليتنج بيبر وانت بتعض تلاقيها اتقطعت من النص؟ ده بيكون نتيجه ان الاي سبوت الحته اللي في النص دي عاليه جدا لدرجه انها مش مديه مساحه للارتكليتنج بيبر انها تعرف تنزل الايه؟ الحبر بتاعها. تمام؟ فكل ما تستخدم ارتكليتنج بيبر كبيره كل ما الاي سبوت هتظهر ليك اكتر. طيب اديني دليل عقلي، ما اقعدش ادور وراك بقى عشان ابقى مطمن ان الحته اللي في النص اللي بتظهر لي دي هي فعلا الحته العاليه. اقول لك دليل جميل جدا. فانت ممكن مثلا، خد معايا المثل ده، انت حطيت ارتكليتنج بيبر الزرقاء اللي هي 200 مايكرو وخليت البيشنت يقعد، فظهرت لك اي سبوت حته في النص فاضيه ورنج من بره زرقاء، فانا عايز اتاكد ان الحته اللي في النص هي دي اعلى حته. تقوم عامل ايه؟ هات ارتي فول او اللي هي الارتكليتنج اللي هي الرفيعه خالص ال 12 مايكرون وحطها وقول للبيشنت يقعد سنتريك برضه. تب 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 تب، هتلاقي مين بيعلم؟ الحته اللي في النص. فده دليل على ايه؟ ده دليل ان هي لما صغرت السيكنس فبالتالي قدرت اساعد ان انا ايه اعلم. تمام؟ طيب فارجع للبروتوكول بتاعي. يبقى انا اول حاجه بحطها الارتكليتنج بيبر بتاعتي الزرقاء، وابتدي اقول للبيشنت اقعد تاب 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 تاب، وابتدي بعد كده اشوف عيني اول حاجه على مين؟ على الاي سبوت. وفي الحاله بتاعتنا دي عايزين نشوف الاي سبوت فين. الاي سبوت اهي، شايف الحته الزرقاء دي؟ اهي دي الاي سبوت. وطبعا هي صغيره خالص عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ان احنا عاملين اناتومي كويس. تمام؟ لكن مازال مهما عملت صدقني هيبقى فيه هاي سبوت. طيب انا حبيت اتاكد لنفسي ان دي الهاي سبوت، بعمل ايه؟ هات ارتكليتنج بيبر اللي هي الارتي فول الحمراء، مش عشان الاكسنتريك دلوقتي، لا عشان تخليه برضو يعض في نفس المكان سنتريك. تب 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 تب، هتبتدي تلاقيها في النص ايه؟ علمت لك. شايف الاحمر ده؟ الاحمر ده من الارتكليتنج بيبر الايه او الارتي فول. تمام؟ لكن ده ما كانش قادر يتعلم ازرق اللي في النص ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر دي حته عاليه قوي. فاول حته هبتدي اظبطها واشيل منها هي مين؟ الحته اللي في النص دي. اوكي؟ وهقول لكم ايه الحاجات اللي بنشيل بيها طبعا.
طيب شلت، بعد ما شلت بعمل ايه؟ برجع تاني لمين؟ برجع تاني للتشيم ستوك، واقوم حاطط التشيم ستوك عند المولر واقول للبيشنت عض. فجيت اشيل الارتكليتنج، اشيل بقى التشيم ستوك، لقيتها ما بتتشالش. برافو، انت كده ظبطت ايه؟ سنتريك اوكلوجن. طب افرض لقيتها لسه بتتسحب، هرجع تاني احط ارتكليتنج بيبر الزرقاء واقول له عض، فابتدي اشوف الايس بوت، غالبا هتلاقي الايس بوت اتكونت لك في مكان جديد. تمام؟ وهكذا تفضل تلعب مع اللعبه دي لحد ما التشيم ستوك بتاعتك تقول لك ايه؟ انا ما بعديش. يبقى هنا انا سالت بيشنت في حاجه؟ ما سالتش البيشنت في حاجه. ودي حته كده اداريه بسيطه في البيشنت مانجمنت. كل ما تقعد تعمل ارتكليتنج بيبر وتقعد تشيل وتسال البيشنت، ها مرتاح؟ لسه يا دكتور. ترجع تاني وتسال البيشنت، ها مرتاح؟ لسه يا دكتور. ترجع تاني، كل ده بيدي اثر نفسي نون فيربال للبيشنت ان انت دكتور مش متمكن. خدوا بالكم، هو البيشنت مش هيقولها لك، لو بيشنت سخيف شويه هيقولها لك، لكن المعظم هيحطها جواه ويسكت. عكس دكتور تاني عمل الحشوه وقعد يظبط شغله، وفي الاخر جه ساله سؤال في الاخر، في الاخر خالص في حاجه عاليه، البيشنت مستحيل يقول لك ان في حاجه عاليه. ليه؟ لانك عملت درجه اكيرسي اعلى من اللي هو يقدر يميزها، 12 مايكرون. طب هو البيشنت بيحاول يميز على قد كام لو تفتكر؟ 20 مايكرون. برافو عليك. تمام؟ حلو جدا. طيب لو انا الايس بوت راحت خالص، ما بقاش في ايس بوت وبقى في مثلا هيفي سبوت بس، حلو، برجع لمين؟ برضه للتشيم ستوك، واحط للتشيم ستوك. لو التشيم ستوك لسه بتتسحب، يبقى هبدا بعد كده اركز على مين؟ على الهيفي سبوت، ان انا ايه؟ اخفف. خلاص. طيب افرض من الاول خالص لقيت ايس بوت وحطيت التشيم ستوك على الريفرنس بتوعي وما اتسحبتش، اصدق مين؟ الارتكليتنج بيبر ولا التشيم ستوك؟ ها، التشيم ستوك. برافو عليك، واشرح الحته دي على جنب في الاخر بعد كده، اوكي، واوضح لك ليه. طب ازاي في ايس بوت وفي نفس ذات الوقت بتقول لي مفيش هاي سبوت؟ دي اشرحها لك بعد جنب، واقول لك انصار النظريه الثانيه اللي بيقول لك ان الحته اللي في النص هي اللي قليله، والحته الرنج الزرقاء هي اللي ايه؟ هي اللي عاليه. هنشرحها بعدين دي، لكن خليني في الاساس بتاعي اللي انا قلته، اللي هو ايه؟ ان الاي سبوت الحته اللي في النص هي اللي عاليه، فغالبا اي اي سبوت هتظهر لك على الريستوريشن بتاعتك هتكون ايه؟ هاي سبوت. مين اللي بيثبت لي؟ التشيم ستوك على الريفرنس بتاعي. يا رب تكون وصلت. طيب اول ما التشيم ستوك بتاعتي تقول لي ان انا تمام كده، انا ظبطت السنتريك. اروح دلوقتي لمين؟ للاكسنتريك. والاكسنتريك تظبيطه اسهل بكتير صدقني، بالذات لو انت كنت وانت بتعمل اناتومي ماشي مع الكاسبات كويس، يعني ما يبقاش كاسب ماشي كده وانت الريستوريشن بتاعتك عامله كده، ما ينفعش، لازم يكونوا الاثنين على نفس السوا. تمام؟ وده هيرجع ليك ان انت لازم تكون عامل ابلكيشن للكومبوز بتاعك كويس حلو، ومستخدم تولز كويس. طيب فدلوقتي انا هبتدي اظبط الاكسنتريك او اللاترال موفمنت. بتتعمل ازاي؟ بمنتهى البساطه، ارتكليتنج بيبر بلون مختلف، اللي هو كان عندي هنا اللون الاحمر الارتيفول مثلا، وابتدي اقول للبيشنت ايه؟ يلا ابتدي حرك لي نفس الحركه اللي احنا كنا عملناها في الاول خالص، يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال. تمام؟ او كانك بتعض على حته لحم. فهتبتدي علامات جديده بتظهر لك، غالبا بتكون دايما عند مين؟ عند السلوب اوف ذا كاسب، عند الانجوليشن اوف ذا كاسب، هبتدي تظهر لك في الاماكن دي. تمام؟ هبتدي اراجعها بمين؟ بالصوره اللي انا كنت واخدها قبل كده لللاترال موفمنت. تمام؟ وابتدي اشوف. فهتبتدي تلاقي ان في حتت علمت عندك دلوقتي ما كانتش معلمه قبل كده، يبقى ساعتها هتصرف ازاي؟ هبتدي اشيل من الحتت دي. وبرده نفس السيكونس، ابدا من مين؟ بالايس بوت. يعني مثلا ابتدت تتكون لك ايس بوت هنا عند الانجليشن اوف ذا كاسب في المنطقه دي، ابتدي شيلها، وابتدي بعد كده اقوم ايه؟ ارجع تاني حرك يمين وشمال لحد ما توصل لايه؟ لنفس الريفرنس بتاعك اللي كان موجود فين؟ في الاول. تمام؟ اوكي. والموضوع ده اسهل على فكره، ما تقلقش، بس مهم، لان احيانا في ناس بتغفل عنه، بتظبط بس السنتريك وخلاص. طب خليني اشاركك بحاجه عشان تبقى عارف وتفتكر كده في حالات قديمه ليك. انت بتيجي تظبط سنتريك، وهنفترض انك ظبطته حلو جدا وتمام والدنيا اتظبطت اوكي، البيشنت يقول لك تسلم ايدك يا دكتور، بعد كده يقوم ويقعد على الكرسي يقول لك بس دكتور بص، يقعد يحرك فكه كده يمين وشمال، يحرك فكه يمين وشمال، فكه يمين وشمال،
ويقول لك دكتور بس بص في حته عاليه، انت تبقى مقروف بقى من نفسك. يعني انا غيرت الجلافز وشلت كل حاجه وقعدنا وبنشيل حاجات الانفكشن كنترول كامله، وجاي تقول لي دلوقتي ان في حاجه عاليه؟ لا انت هتتعود عليها، وده غلط، ومع احترامي دي غلطتنا احنا. ما انا ما ينفعش اقوم وانا معتمد على البيشنت انه يكون هو الريفرنس بتاعي، لا انا الريفرنس بتاعي تشيم ستوك وارتكليتنج بيبر وصوره كنت واخدها. اتفقنا؟ فعشان كده اللي بيحصل بيكون ايه عشان تبقى فاهم، انت بتكون لما بتقول للبيشنت عض كده يعض سنترك، في حاجه عاليه؟ لا يا دكتور تسلم ايدك. بس هو لما يبتدي يحرك فكه، والحركه دي يعملها في الكلام، هيعملها وهو بياكل، يبتدي يخبط. يعني وهو كل ما بيروح يمين وشمال يبتدي يخبط في الايه، في الانجوليشن اوف ذا كاسب او السلوب اوف ذا كاسب، تمام؟ فمن هنا ساعتها بتحصل المشاكل، ودي بتعمل مشكله اكبر في الانتيريور. مش هتكلم على الانتيريور دلوقتي، خليه بعدين، لكن بالذات في برضه في البوستيريور بتعمل مشاكل، والبيشنت بياكل، وممكن تعمل له ايه مشاكل برضه زي ما احنا ذكرنا في الايه في الاول خالص. طيب اشيل بايه؟ ودي نقطه مهمه. لما تيجي تشيل، شيل كالاتي. لو انت هتشيل حاجه ايس بوت مثلا، حاول يكون معاك يا اما اركان ستون صغيره راوند، او يكون معاك راوند ستون ايه فينيشنج صفرة، اوكي؟ وجيب معاك احجام كتير على حسب الايه، على حسب ايس بوت تشتغل بيه. طيب لو انت حابب تشيل حاجه بقى من الكاسب في اللاترال موفمنت، في الانجوليشن اوف ذا كاسب، بلاش الفليم ستون. احنا بنستخدم الفليم ستون بنسبه كبيره، بس بلاش، حاول قدر الاستطاعه بلاش. ليه؟ لان انت لو خدت بالك الفليم ستون هتلاقيها بتقطع ازاي؟ بتقطع بكيرف. لا انا عايز الحاجه العاليه دي، عايز ايه؟ اشيل منها من غير ما اعمل كون ايه؟ كونكافيتي. فمين افضل اشيل بيه من السلوب اوف ذا كاسب؟ تيبرد ستون وذ راوند اند، تمام؟ طيب وممكن الاركان ستون، لان الاركان ستون الكيرف بتاعها على على فاتح على عالي شويه، فبالتالي ممكن يمشي معاك، اوكي؟ طيب جميل جدا. دي الحاجات اللي احنا بنعمل بيها ايه؟ فينيشنج للهاي سبوت. يا رب كده يكون الموضوع واضح، وهبتدي اخش معاك لنقطه ثانيه. لو سؤال سالته لكم وانا بتكلم، لو التشيم ستوك بتاعتك كانت بيرفكت، خلاص انت حطيتها مفيش اي حاجه عاليه، وفي ايس بوت على فانكشنال كاز في سنترك، تمام؟ تصدق مين؟ زي ما قلت لك صدق التشيم ستوك. ليه؟ لان هبدا اقول لك حاجه، انت ممكن بيشنت يجي لك في اسنانه الطبيعيه جاي لك من الاساس زي ما انت شايف كده، شايف؟ ايس بوت ايس بوت ايس بوت ايس بوت، الحته دي توس ستراكشر مش كومبوزيت، الكومبوزيت هنا ده توس ستراكشر ايس بوت. فهو اصلا جاي لك من الاساس بايه؟ بايس بوت. فيبتدي يسال سؤال، ازاي هو عنده ايس بوت وفي نفس ذات الوقت يعني عنده يعني الحتت دي عاليه ولا ايه؟ تعالى افهمك اللي بيحصل. وهنا هبتدي بقى ادافع لك عن النظريه الثانيه، ان في ناس تقول لك ايه؟ في ناس تقول لك ان الحته اللي في النص دي هي مين؟ هي اللي مش لامسه. امال مين اللي لامس؟ الحته اللي بره دي، تمام؟ فهبتدي اقول لك الناس اللي بتقول كده بيقول لك كده بناء عن ايه. تسمع عن حاجه اسمها الوير فاسيتس؟ هي بتتكون ازاي؟ بيبتدي نتيجه طبعا احنا في اتريشن بيحصل فيسيولوجيك وطبيعي جدا، ومع السن وعلى حسب عاداتك وعلى حسب اكلك وعلى حسب الماستيكيشن فورسز بتاعتك، فبيبتدي يحصل نوع من انواع الايه؟ البرد على اعلى حته في الايه؟ في السنه. فدي كانت اعلى حته في السنه بالفعل، كانت اعلى حته، ولكن مع الزمن ابتدى يحصل فيها نوع من انواع الايه؟ الاتريشن، اوكي؟ فلو احنا جينا قربنا ليها قوي هنبتدي نحس ان فيها نوع من انواع الكونكافيتيز خفيف بالمايكرونز، فمش قادره تلمس كويس، فمش معلمه حلو. لكن مين اللي هيعلم هنا؟ اللي بره بس، تمام؟ طيب بالتالي في حاله زي دي، لو انا جبت ارتكيوليتنج بيبر صغيره او ارتيفويل صغيره وجيت حطيتها هنا، متوقع مين هيعلم؟ مش هيعلم اللي في النص هنا، مين اللي هيعلم؟ الاطراف. يا رب كده اكون قدرت اوضح لكم الخلاف ما بين الناس في حته زي دي، لان الموضوع ده زي ما بقول لكم فيه خلاف كبير، لو حاولت تقرا وتطلع هتلاقي نفس الكلام. في حاجات بتقول لك الحته اللي في النص هي اللي عاليه، وحاجات تانية تقول لك الحته اللي بره هي اللي واطيه. فانت فهمت كده ايه اللي بيحصل؟ فبالتالي انا لو جالي بيشنت من الاساس عملت له اناليسيس في الاول ولقيت عنده الاي سبوت دي، تمام؟ انا ماليش دعوه، انا لازم ارجعه تاني لنفس الايه؟ لنفس الايس بوت دي. لكن محدش يقوم جايب ستون ويجي يقوم ايه؟ شايل من الحتت دي، لا خالص، اوكي؟ ما
بل بالعكس في كلام على الموضوع ده، خلينا كده على جنب عشان ما نلخبطش الدنيا، ده في حتة تانية في الحالات الكبيرة خليه على جنب، بس خلينا هنا في الأساس إن ممكن لو أنت لقيت آيس بوك من الأول ما تجيش تقول إن الحتت دي إيه؟ الحتت دي عالية، لا بالعكس دي ممكن الحتت دي بداية لتكوين وير إيه؟ فاسدز، أوكي؟ بل بالعكس ده يخليك إن أنت تبتدي تبص للبيشن ده بمنظور أعلى شوية، إنك تقول للبيشنت إيه؟ عاداتك إيه؟ أنت بتجس بقى على أسنانك، قول لي بقى أنت بتاكل إيه؟ تبتدي تحاول تساعده إنك توقف له عادة غلط أو حاجة. متفقين؟ يا رب الحتة برضو دي تكون إيه؟ وضحت ليكوا كويس جدا. طيب كده بالتالي خلاص اكون انا قدرت خلصت، ولو حد فاكر فيكوا الصوره اللي فاتت من دلوقتي بعد ما ظبطت اوكلوجن وبقت التشيم ستوك بقت خلاص ما بتطلعش، بقت كويسه جدا، ما فيش فرق كبير، الاناتومي ما اتغيرش، عشان في ناس بتسال دايما سؤال انت بتعمل اناتومي، طب بعد ما بنعمل الاناتومي انت بتصور قبل الايه؟ قبل ما تظبط اوكلوجن، فالدكاتره دول بيضحكوا علينا، لا الموضوع مش حقيقي. لا طبعا هو اكيد مش كده، الله اعلم بنيه كل واحد والله اعلم كل واحد بيعمل ايه، لكن لا انت لو ظبط اناتومي كويس وماشي مع الحاجه الريفرنس الطبيعي اللي كان عندك في الغالب هتظبط حاجات خفيفه جدا في الايه في الاوكلوجن، واوعى تقول ما بقى ايه ما بظبطش، لكن تقدر تحصل على شكل جميل وحاجه حلوه من الكومبوزيت وانت عامل اعلى درجه من درجات الايه الاوكلوجن الايه ادجستمنت. طيب ده كان فولو اب للكيس، وأحب أختم بحاجة كده أخيرة خفيفة أبتدي أتكلم عنها، لو إزاي أقدر أعرف إن أنا عندي أندر أوكلوجن. يعني من ضمن الأسئلة إن أنا ممكن لو أنا دلوقتي عندي، طب أنا إيش ضمني إن أنا مش أندر أوكلوجن؟ بمنتهى البساطة حاجة سهلة جدا، هتحط الأرتكليتنج بيبر بتاعتك بعد ما خلصت، لو ما علمتش خالص أعرف إن أنت إيه؟ أندر أوكلوجن. طيب حاول بقى تستخدم الارتكليتنج بيبر الصغيره زي ما قلت اللي هي 12 مايكرون، تمام، وحطها برضو وابتدي اعملها مثلا في السنتريك وشوف، ما لقيتش اي حاجه لامسه كده انت ايه اندر اوكلوجن. وذكرت لكم ارجعوا تاني للفيديو ايه اضرار الاندر اوكلوجن، ما تطمنش لان في ناس تقول لك وليه وجع الدماغ ده كله، طب ما تخليني اندر اوكلوجن وريح دماغي، لا ده مش حاجه صح. لو احنا عايزين نأدي امانتنا صح المطلوبه مننا في مهنتنا ومجالنا. واخيرا اتمنى ان يكون الفيديو نافع ليكم ويفيدكم، ودي اول تجربه ليا في ان انا اصور فيديو فاعذروني، لكن ان شاء الله تكون بالنفع والتوفيق، واي سؤال في الموضوع انا جاهز ليه ونشارك مع بعض، وربنا يكرمنا ويوفقكم ويحفظنا جميعا يا رب. شكرا جدا.